ايه يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هنعمل مع بعض النهارده القرص الطريه. المقادير بتاعتها سهله جدا اهي. كيلو دقيق، معايا كيلو دقيق، معايا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج بودر، وعندي كوبايه زبادي، كوبايه نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه، نص زيت ونص سمنه، كوبايه زيت على سمنه خليط، وعندي الخميره اهي، معلقتين سكر كبار قلبتهم في معلقه كبيره خميره اللي هو الكيس، كيس الخميرة، وسبتهم شوية هما لما يتفاعلوا عشان أعرف إن الخميرة شغالة والقرص تخمر معايا وتبقى كويسة. وهش غطتها بأي حاجة، بكيس بطبق أو أي حاجة عشان تتفاعل تدفي، يعني في مية دافية، في ربع كوباية مية دافية. وعندي اللبن، لأ ده لبن حليب، ودي كوباية زبادي من اللي أنا عاملاه معاكم في الحلقة، زبادي اللي عاملاه ده. هنبدأ بقى نسمي الله ونبدأ مع بعض كده نعجن العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه طبعا هكون فكاها مسخناها على النار، هي والزيت مدفيه وكل حاجه وحراره المطبخ، واللبن هدفيه وشويه فانيليا، ده اختياري بس الفانيليا بتديها ريحه جميله. هبدا بقى انزل بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل باللبن اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله كده وصلى على النبي، بسم الله وصلى على سيدنا محمد. وكوبايه الايه الزبادة اهي، شايفين الزبادة بتاعي بقى اللي انا عاملاها متماسك ازاي، اللهم صل على النبي. هبتدي بقى اقلب، هحط الملح، اقلب الملح دائما في المواد السايلة، معلقة ملح صغيرة عشان ما يبقاش يبوظلكش العجينة، لازم تقلب الملح في المواد السايلة. والبيكنج باودر هقلبه في الدقيق في المواد الجافة، وأقلب أقلب كده وتدوب اللبن الرايب في الحليب. وممكن تعمليه بحليب خالص، ممكن بحليب وممكن برايب، يعني براحتك، يعني أقلب بقى بإيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بكوباية الزيت اهيت على سمن، هي سمنة عندك انت بتفضلها اعملي بيها، كل حاجة هتمشي وهتنفع ان شاء الله. هنزل بقى بالخميرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الخميرة شايفين الخميرة لما تفعلي فوق خالص عاملة فوق، كل المقادير بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل الاخر بقى بالدقيق، ابسط ما يمكن، العجينه سهله جدا، اخر حاجه الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل بالكيلو الدقيق. العجينه بقى الاخر دي في ايديك ايه يعني، بيتهيأ لي هنا شويه، احط شويه دقيق عادي مش مشكله، لقيتها يابسه شويه هحط شويه ميه او لبن، مفيش لبن هحط شويه ميه عادي يعني. عجن العجينه كويس، تفضلي بقى تعجني فيها كويس قوي قوي قوي، شايفين تلها لكاكين كده لما تطلع معاك العجينه، شايفين البوله اهي، اللهم صل على النبي، متماسك اهي، ولا لينه ولا شايفين العجينه، بس كده هحطها بقى في ايه، هو اسيبها زي ما هي، لو عايزه تسيبها زي ما هي في البوله بتاعتها، عايزه تبقى بقى عايزه احطها في البوله اهي، واغطيها بقى كويس عشان تخمر، لازم تخمر معايا وتضاعف حجمها، بسم الله الرحمن الرحيم، كده غطاها بقى وادفيها كويس مظبوطه او ببلاستيك اي حاجة عندك، غطيها الشنطة بتاعت الثلاجة، رول اي حاجة، المهم تحطها في مكان دافي عشان تخمر معاكي ويضاعف حجمها. بس كده كده هحطها في مكان دافي لما تخمر معايا، بس كده
سيبها لما تحمر بقى نقطعها مع بعض كده. نعملناها ايه بقى؟ كوبايتين لبن وكوبايه زبادي ومعلقتين سكر على معلقه خميره كبيره، دوبناهم مع بعض لما اتفعلوا مع بعض وعملوا فوم كده ورغاوي، عملناها وحطيناها على العجينه. حطينا معلقه ملح صغيره ومعلقه بيكنج باودر. العجينه خمرت معايا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هبتدي بقى اقطعها اكورها بقى فوق ايه صغننة. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه بقى بتسيبها لما تخمر، قطعها بقى قطع صغيره زي ما انت عايزه بقى على قد الحجم اللي انت عايزه تعمل ايه. كل ما تبقى صغيره بتبقى ايه. شكل العجينه بتاعتها جميله ازاي ما شاء الله. وكيلو دقيق، كيلو دقيق، معلقتين خميره، معلقه ملح صغيره، معلقه بيكنج بودر، كوبايتين لبن، حليب، وعلبه زبادي، رشة فانيليا صغيرة كده، وده اختياري برضه، ده ريحة حلوة. عايزة تضيفي بقى حاجات إضافات تانية، شمر، ينسون، أي إضافات أنت عايزة تضيفيها بقى ده اختياري. هحاول بقى إيه مضيعش عمرها يعني. واو، كوباية اللي هي السمنة على الزيت، كوباية زيت على سمنة. المادة الدهنية لازم يعني. صلى الله على النبي. خمرت معايا اهي. هبتدي بقى ايه اكورها في الاول عشان هفردها بقى. طريقة سهلة وجميلة خالص اهي. العجينة لازم تكون معاكي بالطريق باليونة دي، لا لابسة ولا لينة. دقيق طبعا معاكي، اصل كل دقيق بيختلف عن التاني. ليتها لينه نحط شويه دقيق، ليتها يابسه نحط شويه ميه او لبن اي حاجه. جربي في نص كيلو دقيق عشان ما الحاجه ما تبص منك. اللهم صل على النبي. ما شاء الله جميله. قطعتها يد، هبتدي برضو اغطيها، اغطيها برضو اوضة مطبخ نظيف، وابتدي بقى اغططها بقى افردها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي افردها. افردها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عايزه نشابه ولا عايزه حاجه، ما شاء الله. تبطل عليه. نفس دي على المطرحة. فردتها اهيت اهي، فردتها اهيت، اغطيها بقى شوية واسيبها برضو ترتفع شوية يعني حوالي نص ساعة كده، وبعدين احطها بقى في الفرن، فرن متوسط الحرارة، واحطها عايز تخبزها اخبزها في السجام في الصاج، او اللي عنده فرن من المصانع يعملها فيه. وبعدين نهدي الفرن بقى كده واظبط فرن واخد بالي منه. وديها الفرن بقى. شايفين بقى القرص الطريه جميله ولا الريحه بتاعتها طالعه جميله. يلا بقى لو عجبك القرص اعملوا لايك وشير واشتراك للقناه حبايبي. شايفين القرص؟ شايفين من جوه؟ ريحتين طعمها ايه جميل.
فضلوا معانا ورص بقى، ورص طريه جميل.